بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشرة تشريعات محالة إلى اللجنة بصفة أصلية فيما نظرت في ثمانية وخمسين تشريعا وقدمت بشأنها أراء وملاحظات قانونية ورفعتها إلى اللجان المختصة لدراستها في المجلس وعقدت اللجنة خلال دور الانعقاد خمسة وثلاثين اجتماعا التقت فيها بوزراء ومسؤولين وممثلين عن مختلف الجهات الرسمية والأهلية وذلك للاطلاع على وآرائهم وقالت رئيسة اللجنة الأستاذة دلال الزايد إن التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن التدابير التشريعية المطلوبة لتعزيز الأمن الغذائي في مملكة البحرين يعتبر إنجازا كبيرا تفخر به اللجنة خصوصا بعد موافقة المجلس على التقرير والتوصيات التي رفعتها اللجنة بشأن الأمن الغذائي